يجب أن نحول سردياتنا إلى قصص، قصص إنسانية نعيد لها إنسانيتها لنبتعد عن الأرقام وحيادية الأرقام. وسأبدأ بثلاث قصص قصيرة تلخص المشهد الإنساني في غزة. القصة الأولى مؤمن. مؤمن طفل عمره 7 سنوات شخص قبيل العدوان بسرطان الدم الحاد. وبينما الأهل يبحثون لمؤمن عن مكان يعالجونه سواء داخل القطاع أو خارجه، تأتي طائرة للاحتلال فتنزل قنبلتها على هذا البيت ليستشهد كل من بالبيت، ويبقى مؤمن جريحا، جريح الجسد وجريح النفس. مؤمن للخلايا السرطانية تهاجم بشراسة جسد الغض، طائرات العدو والسرطان الأكبر والأشرس تقذف بحممها على بيته وتمنع من العائلة ودفء العائلة. القصة الثانية دكتور محمد دبور. دكتور محمد دبور الله يرحمه طبيب قضى بيننا 2 سنين بين جنبات هذا المركز متدربا في قسم الباثولوجي المختبر ليعود إلى غزة رغم كل المغريات. جاءته عروض من عدد من الدول كان بإمكانه أن يذهب إليها، آثر أن يبقى بين شعبه ليعود محمد ويصبح أخصائي تشخيص السرطان المرجع لكل قطاع غزة. في الأسبوع الأول من الحرب تأتي طائرة صاروخها ينزل على محمد بسيارته ليرتقي محمد إلى السماء شهيدا بإذن الله رفقة والده وولده. القصة الثالثة الدكتور غسان أبو ستة، صديق وزميل لمعظمنا. عملت أنا والدكتور عمر شامية، أظن الدكتور عمر مع اللاجئين السوريين، يذهب إلى غزة موطنه الأصلي، هو غزاوي لكنه يحمل الجنسية البريطانية، جراح تجميل وجراح حروب، يصر أن يبقى في غزة إلى اليوم. التقيت غسان قبل يومين عبر تقنية الزوم. القصص التي رواها غسان عن واقع الطب في غزة يندى لها الجبين. لقد أعاد الاحتلال القطاع الصحي في غزة والممارسة الطبية إلى ما قبل العصور الوسطى. الدكتور غسان يجري العمليات وبتر الأعضاء بدون تخدير، لا يوجد معقمات، اضطر أن يستخدم الخل من الدكان ليعقم جرحا متعفنا في قدمي أو رجلي أحد المرضى. بالأمس الدكتور غسان أجرح 11 عملية متواصلة، لم ينم الدكتور غسان وهو يجري عمليات بظروف. هذا الاحتلال تعمد أن يستهدف القطاع الصحي، لقد دمر 1/3 المستشفيات بغزة، أجرى 232 قصف للمستشفيات بغزة، حرم مستشفيات غزة من الوقود، أخرج 1/3 العيادات عن الخدمة، قصف 50 سيارة إسعاف خرج منها 32 عن الخدمة، قتل إلى اليوم 192 عامل في القطاع الصحي وجرح 120 والحبل على الجرار. وفي الوقت الذي سأنهي كلمتي سيكون قد قتل طفلا، لأنه كل 10 دقائق هذا الاحتلال يقتل طفلا ويجرح طفلين. رسالتنا اليوم من عائلة مركز الحسين للسرطان، وأنا أعتبركم كلكم عائلة مركز الحسين للسرطان، رسالتين. واحدة صرخة في وجه المجتمع الدولي عله يرمم صورته، أهل غزة لا يريدونكم، رمموا صوركم أمام أبنائكم، أمام أنفسكم، أمام شعوبكم، أينما نديتم به من حقوق الإنسان، حقوق المريض، الحق في العيش، الحق في الحياة، الحق في العلاج. هل وقفت هذه الحقوق على حدود غزة؟ هل وقفت على معبر رفح لتحاصر غزة كما حاصره الأقربون والأبعدون من قبل؟ هذه رسالتي الأولى. الرسالة الثانية لأهل غزة، ليستم وحدكم، مركز الحسين للسرطان والأردن معكم. أنا لدي توجيهات من مجلس الأمناء من سمو الأميرة غيداء طلال أن نضع بين يدي أهلنا في غزة كافة مقدراتنا، سنستقبل مرضى غزة ضمن أقصى قدراتنا، وسنبدأ قريبا باستقبالهم إن شاء الله، وبعد النصر والتحرير سنعود إلى غزة، سندرب لغزة الكوادر البشرية التي فقدتها لنضمن استدامة علاج مرضى السرطان في غزة.